السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وحياكم الله في المحاضرة الثانية من مقرر الاتجاهات الحديثة في الإدارة. ما أدري إذا الصوت واضح بالنسبة لكم. ممتاز. والشرائح أو الشريحة تشوفونها على الشاشة؟ ممتاز، الله يعطيكم العافية. طيب دقيقة بس تقريبا نبدأ إن شاء الله.
طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. بس بعض النقاط اللي يبغى أوضحها، تم فتح منتديات في موقع تدارس، منتدى الأسئلة والاستفسارات، وهو مخصص لأسئلتكم واستفساراتكم، وأنا إن شاء الله راح أراجع بشكل دوري وأجاوب على أي سؤال لكم. فيه منتدى أيضا عام وضعت فيه جميع الشرائح الخاصة بالمقرر، من المحاضرة السابقة إلى هذه المحاضرة إلى اللي بعدها إلى الشرائح والمحاضرة التاسعة أعتقد، فكلها موجودة، كلها موجودة على المنتدى. هذا بالنسبة فيما يخص الشرائح. أيضا المحاضرة الأولى موجودة ومرفوعة على اليوتيوب، ورابطها برضو موجود في المنتدى، وضعتها إحدى الأخوات الله يعافيها. إن شاء الله زي ما تعرفين المحاضرات هي يوم الاثنين، محاضرتين وراء بعض. اليوم إن شاء الله راح نتوقف بين المحاضرتين تقريبا 5 دقائق بس، اللي يبغى يعني يغير جو أو يشرب موية أو شيء ويرجع، يعني بريك صغير إن شاء الله ثم نكمل المحاضرة. طبعا من 9 إلى 10:30. سألت في المنتدى عن أمثلة على الأسئلة أو أسئلة النهائي. طبعا الأسئلة كلها خيارات وصح وخطأ. نوعية السؤال أو نوعية الأسئلة جدا إن شاء الله بسيطة وما هي صعبة للشخص اللي راجع ومتابع ومذاكر بإذن الله. لكن من الأمثلة يعني لو ننتقل ثواني بس، مثلا من مثال يعني على أسئلة، النقطة هي مثلا مهارة تحديد الأهداف. ممكن أسأل سؤال أقول يعني من مهارات تحديد الأهداف الوضوح، ثم أعطيكم مثلا عدم الوضوح، أن تكون ثابتة، أن تكون غير مكتوبة مثلا، وأنتم تختارون. يعني في الحالة هذه بتكون الإجابة الصحيحة هي الوضوح. ممكن بالضبط. ممكن سؤال مثلا صح وخطأ، مثلا أعطيكم مثل مهارة التخطيط، هنا أعطي التعريف أو كلام عنها كما هو موجود أمامكم وأسألكم هل هذا تعريف مهارة التخطيط أم لا؟ ففي الحالة هذه الإجابة تكون صحيحة، وهكذا. فهي أسئلة ما راح تخرج عن المقرر أو الشرائح الموجودة أمامكم. هل وضحت لكم الفكرة؟ ممتاز. إن شاء الله الأمور سهلات و ما في أي تعقيد في الموضوع، لكن أكرر على نقطة أنه أتمنى عدم الاعتماد على أي تفريغ أو يعني نوتات أو شيء خارج أو موجود على الإنترنت. يعني كما نوه مسؤولين حتى في موقع أو موقع تدارس أنه المعتمد هو ما يعطى لكم خلال المحاضرة من خلال هذه الشرائح. طيب بسم الله نبدأ. هي المحاضرة اليوم بإذن الله ممتعة ومفيدة على المستوى الشخصي والعملي، ونوعا ما خفيفة وقصيرة بإذن الله، وهي تابعة للمحاضرة السابقة اللي تكلمت فيها عن موضوع إدارة فعالة للوقت. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن إدارة الوقت وخطأ الوقت وفوائد تنظيم
الدردشة مفتوحة أنا تجيني هنا على العام، لكن يبدو اللي داخل جواله أو داخل جوالها ممكن ما تقدر تشارك. فأتوقع الشات مفتوح ولا؟ والله هذه صراحة أنا ما عندي خبر كيف، يعني أنا قاعد أحاول إنه أخليها مفتوحة للجميع، يعني كيف الدردشة مباشرة معي؟ فهمت عليكم، فهمت. أنا والله مسوي تمثيل كل شيء يخص الشات، لكن ما أدري صراحة، اعذروني. لأني ما أعرف بالضبط كيف أضيفها وأسمح فيها، لأن شخصيا ما عندي مشكلة يعني، لكن ما لي عارف كيف أسويها. لعلي إن شاء الله من في البريك مثلا أحاول، أو المحاضرة القادمة إن شاء الله أحاول أشوف كيف طريقتها. بما أننا تتكلمنا عن أسباب ضياع الوقت، أعطينا مقترحات للسيطرة على مضيعات الوقت. لحظة، هنا في خمسون. هل الآن تشوفون درشات بعض؟ أنا ضغط على زر هنا مكتوب شات بالمشل، فممكن يكون هو. هل المحادثات الآن طالعة لكم بينكم وبين بعض؟ أو تشوفون محادثات بعض؟ ممتاز ممتاز، يعني زر صغير يا الله شفته، الحمد لله. الله يعطيكم العافية. فموضوع اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مهارات تحديد الأهداف فيما يخص إدارة الوقت. نتكلم عن مهارات الإدارة، مهارة إدارة الوقت. مهارات إدارة الوقت، ويندرج تحتها مهارة تحديد الأهداف، مهارة التخطيط، تسجيل وتحليل الوقت، ومهارة التفويض، كيف تفوض الآخرين والناس لقضاء بعض الحاجات التي تخصك، ومهارة وضع الأولويات لاستخدام الوقت. بعدين بنتكلم عن نماذج في إدارة الوقت، وهذا يعتبرها مهمة صراحة للشخص في حياته، في حياته الشخصية يعني. وبنتكلم أخيرا عن نصائح سريعة في استغلال الوقت. مهارة إدارة الوقت، يشكو كثير من الأفراد من ضغط الوقت، وهم أصلا يهملون كل شيء وخاصة الشخصيات المهمة، والعامل الحاسم في ذلك هو النجاح في إدارة الذات. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن إدارة الذات وأهمية إدارة الذات، وتشمل وضع جدول للشخص، روتين معين له، تسجيل أهدافه وخططه اليومية. لكن في مهارات بإذن الله تساعد الشخص على إدارة وقته بشكل فعال. المهارة الأولى مهارة تحديد الأهداف. من دون أهداف للشخص تقريبا ما يقدر يدير وقته بشكل فعال، لأنه ضايع، ما عنده يعني هدف معين يسعى له، أو هدف يراه في الأفق، أو هدف يسعى له. فلابد أن تكون الأهداف محددة وواضحة. ومن مهارات تحديد الأهداف تساعد على استثمار الوقت، وتحتاج إلى الأهداف تحتاج إلى هذه العوامل الأربعة لكي تكون فعالة. أولا الوضوح في الأهداف، الهدف لازم يكون واضح،
بمعنى أنه مثلا ما يقدر الشخص يقول والله أنا أبغى أنزل أو أنحف أو أخسر وزن خلال 6 شهور القادمة. هذا الهدف ما هو واضح. لماذا؟ لأنه ما هو محدد برقم، ما هو محدد برقم. نزول الوزن يعني مفتوح، ممكن يكون كيلو 10 كيلو 5 كيلو، فلا بد يكون الهدف واضح محدد برقم معين عشان يعرف الشخص هل وصل هذا الهدف أو لا. مثلا لو هدف آخر مثلا زيادة الإنتاجية في مطعم مثلا أو في أحد الكافيات، لازم الهدف يكون واضح بحيث أنه تقول والله أنا أبغى أزيد الإنتاجية أو المبيعات نسبة 25% في خلال 6 شهور القادمة مثلا، فيكون الهدف واضح ومعلوم وله رقم تستطيع القياس عليه. طبعا علم تحديد الأهداف هذا علم مستقل بذاته ويحتاج دراسة، لكن غير مهم الآن في محاضراتنا. من مهارات تحديد الأهداف أيضا أنها تحتاج إلى الواقعية، تكون واقعية، لا تحط أهداف خارقة أو صعبة المنال أو صعبة الحصول عليها. فمثلا إذا بخصوص مثلا نقص الوزن أو شيء، يعني ما تقول والله خلال شهر وأنقص مثلا 10 كيلو، هذا هدف غير واقعي، راح يصير أنك تتحطم لما ما تحصل الهدف هذا. فلازم يكون الهدف واقعي قادر عليه. ما تقدر تقول أبغى أزيد المبيعات في الكافي أو المطعم أو المنشأة التجارية بنسبة 100%، بمعنى أنك تدبل كل الأرباح خلال 6 شهور مثلا، هذا هدف غير واقعي. ما تقدر تقول والله أنا مثلا معدلي 3 من 4 أو من 5 وأبغى أخليه 5 من 5 خلال هذا الفصل، هذا هدف غير واقعي. فكل شخص يعرف قدراته ومهاراته والوقت اللي عنده ويحدد أهداف واقعية. ما في مشكلة لما يكون الهدف يعني ما هو مرتفع جدا، ما دام أنه واقعي وحسب قدراتك، وهذا بحد ذاته راح يشعرك بالارتياح حتى لو ما كان هدف يعني مرتفع. الثاني أنه يكون الهدف يكون له مدى زمني معلوم، يكون له مدى زمني معلوم، له وقت محدد. ما تقدر تخلي الأهداف مفتوحة الزمن، لازم تنتهي في وقت من الأوقات. هدفك لازم يكون خلال 6 شهور، شهر، أسبوع، على حسب الهدف. طبعا في أهداف قصيرة الأمد، في أهداف متوسط الأمد، وفي أهداف بعيدة الأمد. قصيرة الأمد لازم يعني بالعادة تكون قصيرة على أسبوع أو أسبوعين، والمتوسطة تكون من 6 شهور إلى سنة مثلا، والبعيدة تكون على مستوى 5 سنوات. لو على مستوى الدراسة مثلا، هدفك القصير أنك تعدي هذا الفصل مثلا بنسبة معينة أو بنسبة نجاح معينة. هدفك بعيد المتوسط المدى مثلا المحافظة على المعدل، معدل الدراسة خلال الدراسة. هدفك بعيد الأمد أنه يكون التخرج أو الوظيفة على مستوى بعيد. فمهما يكون الهدف لابد أن يكون له هدف أو عفوا خط زمني معلوم. وأخيرا تكون مكتوبة، وأتوقع هذه واضحة للجميع. الأهداف كما يقول هنا الحبر الضعيف خير من الذاكرة القوية، فلابد كل هدف يكون مكتوب ومسجل في نوت في جوالك في ورقة خارجية، المهم يكون مكتوب وترجع له. هذا بيعطيك إحساس بالتحكم، بيعطيك إحساس بتحقيق الأهداف، تقدر تشطب على الأهداف اللي حققتها، وراح تشعر هنا بسعادة وراحة. فهذا فيما يخص المهارة الأولى من مهارات تحديد الأهداف. المهارة الثانية اللي هي التخطيط، بمعنى أنه يجب أن كل شخص يسأل نفسه ماذا يجب أن يعمل ومتى وأين وكيف، وأولويات القيام بالعمل ومقدار الوقت. هذه أسئلة جدا مهمة في عالم إدارة الأهداف وإدارة الوقت. ما تقدر تحدد هدف يعني من راسك ومن دون ما يكون محدد بأشياء معينة. فإذا هدفك مثلا وظيفة معينة،
لازم تسأل نفسك مثلا أنا ليش أبغى هذه الوظيفة؟ متى راح أبدأ في هذه الوظيفة؟ وين راح تكون هذه الوظيفة؟ هل بتكون داخل الرياض ولا خارج الرياض؟ وإذا هي داخل الرياض في أي حي تقريبا؟ كيف راح أحصل على هذه الوظيفة؟ ما هي الطرق اللي عن طريقها راح أحصل على هذه الوظيفة؟ أولويات القيام بالعمل، ما هي الأولويات الخاصة في القيام بهذا العمل؟ في أولويات مهمة وفي أولويات غير مهمة، وما هو الوقت الذي تحتاجه؟ هذه الأسئلة اللي يسألها أي شخص لنفسه قبل أي اجتماع، حتى ممكن تطلب على المقابلات الوظيفية، هي مشهورة يعني. أنه طبعا يختلفون عليها الناس، في ناس يصنفونها 5 أسئلة، في ناس يصنفونها 7 أسئلة، لكن غالبا تسأل نفسك من وماذا وأين ومتى وكيف وكم الكم وهكذا. فلو بتسوي مشروع معين وتبغى تروح مثلا المستثمرين عشان تاخذ منهم استثماراتهم بحيث انهم يستثمرون في هذا المشروع، وخلينا نقول مشروعك مثلا مطعم صغير او كافي صغير او محل مثلا بيع اجهزه او محل بيع رسوم او شيء زي كذا، لوحات فنيه مثلا، انت لازم تسال نفسك او انت لازم تسالي نفسك عن هذا المشروع بهذه الاسئله، يعني ما هو مشروعي؟ من العملاء الخاصين بالمشروع؟ أين راح يكون المشروع؟ متى راح يبدأ المشروع؟ لماذا أنا أسست المشروع؟ كم تكلفة المشروع؟ وكيف راح أسسه؟ أي شخص يجاوب على الأسئلة هذه تقدر نطبقونها على أي شيء إن شاء الله بإذن الله، ما في أي شيء يعجزه في أنه يجيب على أي سؤال، سواء في مقابلة وظيفية، في مشروع، في أي شغلة يفكر فيها. هذه أسئلة يعني تحفز الدماغ على أنه يعرف بالضبط أنت وش تفكر فيه، ولا أنت عارف الشيء اللي تفكر فيه أو لا. طيب طبعا مهارة التخطيط تساعد الشخص على التعرف على ما تم إنجازه ولم يتم إنجازه، بحيث أنها تكون مكتوبة وتعرف ما أنجزت ولم تنجز، تشجع الفرد على البدء. لما الأهداف تكون مكتوبة سبحان الله الشخص يتشجع على البداية، ممكن الشخص يكتبها يحطها في غرفته، ممكن يعلقها في أي مكان، فتعطيه شوي حافز بالبدء في العمل وتنفيذه. تحمي من التنقل غير المدروس، الشخص دائما يحاصر بأهداف، يعني بعض المرات تجي كذا شغلة في نفس اليوم، فما يقدر، ما يعرف من أولوياته من وين يبدأ، لكن إذا أنت كاتبها تعرف كيف تفلتر الأهداف المهمة والأهداف الغير مهمة بالنسبة لك، وكيف تدير وقتك. يشعر الفرد بالارتياح طبعا مع مهارة التخطيط كلما تقدم في الإنجاز. طيب المهارة الثالثة، مهارة تسجيل وتحليل الوقت، ومن لا يتذكر الماضي ربما يقوم بتكراره. طبعا يهدف تسجيل الوقت، طبعا نقصد تسجيل الوقت اللي هي تحديد مثلا تحدد يومك بالضبط، ايش اللي راح تسويه، كم خذ هذا النشاط، هل كان يعني يستحق هذا النشاط او لا، هذا الوقت او لا، ما هي الاشياء اللي اضعت فيها وقتي. هذه هي مهاره تسجيل وتحليل في الوقت. وغازي القصيبي الله يرحمه يعني له مقوله في هذا الشيء، يعني سئل في احدى اللقاءات انه كيف تجمع بين الوزاره وبين تاليف الكتب والروايات والشعر واللقاءات الدولية وغيرها، فيقول يعني كان يقول انه جدوله يومه مجدول، يعني يومه ما هو عبطي او ارتجالي يقوم من النوم ويطلع، محدد اوقات معينه، حتى اوقات زياره الاقارب محددها في يومه، انه من الساعه 2 للساعه 8 بزور الاهل، بعدها بكون في الوزاره، بعدها بكون اشتغل على الكتاب لمده ساعه، بعدها مثلا بعد الساعه هذه بروح للنادي وهكذا. فهذه مهارة تسجيل الوقت وتحليله. وهناك أنواع لسجلات الوقت في المنظمات. هناك السجل اليومي للوقت، السجل اليومي هذه الأنشطة اللي تعمل فيها خلال اليوم من بداية اليوم إلى نهايته ومستوى أهميته، بمعنى أنك صحيت الصباح أخذت قهوتك مثلا ورحت العمل وقعدت في اجتماع مثلا لمدة ساعة، فتسجل هذا النشاط انك قعدت ساعة كاملة وضوخهم اهميتك كيف بعدين، متى بدأ ومتى انتهى،
مثلا سواليف جانبيه ممكن تسجلها انك بديت وانتهيت في الوقت هذا. هذه الاشياء في مع نهايه اليوم تقدر انت تفلتر وتشيل منها الاشياء اللي ما تفيدك او اللي تاخذ وقت فيها كثير. فمن هنا تجي اهميتها. نوع السجل الثاني سجل تحليل الوقت. سجل تحليل الوقت يفيد في معرفة أكثر الأوقات إنتاجية وأقلها إنتاجية، أنواع المقاطعة التي حدثت والبحث في أسبابها. لما في نهاية اليوم تلتفت إلى سجلك اليومي للوقت، أنت راح تعرف متى أكثر الأوقات اللي أنتجت فيها. مثلا في بعض الناس صباحيين يحبون يشتغلون في الصباح وينتجون أكثر، فيلاحظ إنتاجيته تزيد فيحاول يركز على هذه الفترة. يلاحظ مثلا أنه بعد الظهر أو في الليل تقل إنتاجيته، أو العكس. المقاطعات التي تحصل، ومثلا بعض الناس يتضايق من انه كل ما يبغى يشتغل مثلا في عمله او في المكتب يدخل عليه احد الزملاء ويسولف معه. تمام، يسولف معه لفترات ممكن تصل ساعه ساعتين وما يحس انه انجز يعني. فهذه من المقاطعات التي تحدث وتقلل في انتاج الشخص، ولازم يعرف يفكر في طريقه كيف يتخلص من هذه المقاطعات. طبعا مهم جدا ان الشخص، يعني هذا بس استطراد بسيط، الشخص يعرف متى ذروة انتاجه، وش الاوقات اللي ينتج فيها. كل شخص عنده طاقة معينة، زي البطارية، زي بطارية الجوال. يعني بعض الاشخاص بالنسبة لهم مثلا فترة الصباح بعد ما يصل للعمل او الجامعة، هذه فترة نشاطه وانتاجيته العقلية والذهنية. يعني إذا يبغى يكتب بحث أو يبغى يكتب واجب أو يركز على تقرير معين في العمل، هذه هي الفترة اللي يقدر ينتج فيها. بعضهم في الليل، ولا فيه يعني أفضلية على أحد، لكن مهم أن الشخص يعرف الشيء هذا ويركز على وقت النشاط في أنه ينتج الأشياء المهمة، أشياء تخص الدراسة، أشياء تخص العمل، ويترك الأشياء اللي ما تحتاج طاقة ذهنية إلى الأوقات اللي يكون فيها شوي ركود. مثلا لو تبغى تسدد بعض الفواتير، تسديد الفواتير مثلا ما تحتاج طاقة عقلية ولا ذهنية، أي واحد يقدر يسويها، فما تسويها في الصباح في وقت نشاطك، تسويها تخليها آخر اليوم. مثلا حجز تذاكر طيران مثلا ما تحتاج للنشاط القوي هذا. تدوين أو تسجيل بعض الملاحظات برضو ما يحتاج لهذا النشاط. فمهم أن الشخص يعرف متى ذروة نشاطه العقلي والفكري والذهني، ويركز على الأشياء اللي تفيده. الأشياء اللي ما تفيده أو اللي ما تحتاج إلى ذاك المجهود الذهني خليها لأيام ثانية. طيب النوع الثالث، سجلات الوقت الخاصة مثل الهاتف والاجتماعات، وتفيد في تحديد الأنشطة اللي أخذ وقت طويل، المهام التي يقوم بها، ما الأنشطة المضيعة. يعني بعض الأشخاص يتفاجأ لما يخلص مكالمة تلقاه قاعد ساعة في المكالمة هذه، يعني الجوال يعطيك خبر انك والله قاعد ساعة. الجوالات الآن تعطيك مثلا كم قعدت في التطبيق الفلاني وكم المدة. هذا نوع من سجلات الوقت الواحد يقدر يستفيد منها. فمهم الشخص يكون عنده سجلات خاصة بالهاتف والاجتماعات. بعض الاجتماعات للأسف بدل ما يركزون فيها على العمل والإنجاز يركزون فيها على بعض السواليف أو النقاشات الجانبية الغير مفيدة للاجتماع. فمهم الشخص يدونها أساس يعرف متى أنه كيف النشاط ضاع وليش ضاع وفي الوقت وكيف يقدر يسيطر عليه. أو إذا شخص مدير مثلا يدخل عليه زوار يعرف بالضبط إيش الأوقات اللي ضاعت وكيف يقدر يسيطر عليها. طيب واضح لكم لحد الآن؟ طيب ممتاز، الله يعطيكم العافية. ندخل على مهارة برضو، مهارة التفويض. الآن بس نسترجع بسيطا، أنه تكلمنا في مهارات إدارة الوقت، تكلمنا في مهارة تحديد الأهداف وكيف تصيغ أهدافك، قلنا أنه في مهارة تخطيط، هذا كله لإدارة الوقت الفعال، في مهارة تسجيل وتحليل الوقت، تمام، والمهارة الرابعة اللي مهارة التفويض. فالسجلات اللي تكلمنا عنها هذه أنواع السجلات ما تدخل في المهارات.
هذه خاصة بس بمهارة تفجير الوقت. طيب، مهارة التفويض من أهم المهارات اللي بعض الأشخاص ممكن ما يعرف عنها أو ما يعرف كيف يبدأ فيها، وأنا أشوف أنها جدا فعالة. فالشخص العادي يفوض زوجته أو زوجته يفوض زوجها وأبنائها والأصدقاء وغيره. ومن فوائدها طبعا السرعة، تفريغ المديرين لأعمال أكثر أهمية، وتكوين صف ثاني يقدر يخدمك ويدعمك ويساعدك. مهم جدا التفويض، وراح نتكلم عنها الآن في وش المهام اللي تقدر تفوضها. تمام، يعني أمثلة بسيطة مثلا بالنسبة للتسوق أو الشوبينج من اللي هي المواد الغذائية. الآن مثلا في تطبيقات مثلا تساعدك في أنها توصل لك المقاضي للبيت، تمام، ومجانا حتى. فهذه مهارة التفويض، يعني التسوق، إلا إذا كان الشخص يحب التسوق، يعني المواد الغذائية وغيرها. البعض يشوف أنها من الأشياء اللي تشغله وتأخذ يومه. تكوين صف ثاني، أقصد فيها تكوين صف ثاني داعم له، يدعمه، بحيث أنه ما يكون يشتغل لوحده، يكون معه مجموعة هو فورهم ويشتغلون معه لتحقيق الهدف نفسه. فمثلا على طريق التسوق، أنه ممكن تفوض هذه السوبر ماركت أنها هي تجيب لك المقاضي في البيت، وأنت تتفرغ لأشياء ثانية، تتفرغ للأبحاث، تتفرغ لكتابة واجب، تتفرغ لاختبار، تتفرغ لجلسة مع الأهل مثلا. ممكن تفوض صديقك مثلا إذا أنتم مثلا بتسافرون، تفوض أنه هو مثلا أنه يكون مسؤول عن التذاكر مثلا، وأنت تفرغ الأشياء ثانية. في العمل ممكن تقسم فريق وتفوضهم يسوون أشياء ثانية وأنت تركز على حاجات مهمة. فمهم مهم مهم قضية التفويض. طبعا عكس التفويض الشخص اللي ما يقبل أحد يساعده، بالضبط التفرغ الأشياء أكثر أهمية. عكس التفويض الشخص اللي ما يقبل أحد يعمل له شيء، يعني يبغى يسوي كل شيء مهما كان بسيط أو في أحد ثاني يقدر يسوي عنه. وهذا ما يعني أنا ما أصدر أحكام على الأشخاص، لكن ممكن أنه يجد متعة فيها. لكن هذا عكس التفويض، الشخص اللي يبغى هذا في النهاية ممكن يجيه ما يسمى بالاحتراق، يعني يتعب جدا في الأخير. المركزي بالضبط، يبغى كل شيء يتم من خلاله، يبغى يعرف كل شيء، ما يبغى يفوض أي شيء لأي أحد، ويحمل نفسه فوق طاقته تماما. فهذا يعني ممكن بعدين يجيه انهيار، يجيه تعب، يجيه ضغط وقلق. فمهم الشخص يفوض الغير. وهذه زي ما قلنا من مهارات إدارة الوقت. طبعا شروط التفويض له شروط. أول شيء اختيار المهام، لازم تعرف المهام اللي تبغى تفوضها. في مهام ما تتفوض وفي مهام تتفوض. مهم الشخص يحدد وش الأشياء القابلة للتفويض وش الأشياء الغير قابلة للتفويض. الشيء الثاني، متابعة الشخص اللي فوضته، لازم تتابعه، يسمونه بالإنجليزي اللي هو الفولو أب، أنك تتابع أول بأول وش الأحداث وش اللي صار. يعني لو أنت في العمل أعطيت زميلك تقرير يكتبه، أو مديرتك وصلتك على شغلة معينة تسويها، بتلاحظين أن فيه متابعة، هل انتهى الشغل، وش صار عليه، وين وصلت، هل تحتاج مساعدة، الأمور تمام. هذه هي المتابعة، متابعة التفويض. فلا يفهم التفويض أن تترك الشيء وما تتابعه. اختيار الأفراد بعناية. فالبعض ما شاء الله يعني عنده قدرة أكثر من غيره في إنجاز المهام، فمهم تختار الشخص الفعال اللي يستغل وقته النشيط في التفويض. كسب تأييد المرؤوسين أو الموظفين اللي تحتك، كسب تأييدهم، بمعنى أنك لازم تحمسهم للشيء اللي يبغون يسوونه، أو اللي يبغون اللي أنت فوضتهم يسوونه. فلو في مشروع معين، خلينا نقول للرقي بمستوى الجودة، أن ترتقي بمستوى الجودة في القسم اللي أنت تشتغل فيه، إذا الموظفين ما يعرفون أهمية الجودة وإيش فائدتها، ما راح تكسب تأييدهم وما راح يشتغلون بفعالية. فمهم تقعد مع الموظفين وتقول لهم احنا نبغى نرتقي بمستوى الجودة، وانه الجودة مفيدة للجميع وهي تصب في مصلحة الموظفين،
بشكل هذا يكون يعرفون الأهداف من الشيء هذا. المهارة الخامسة وضع أولويات لاستخدام الوقت. كل شخص لازم تكون عنده أولويات. وأنا أقول يعني من الآن الشخص اللي ما عنده أهداف في الحياة ما راح يعرف أولوياته. إذا ما عندك أهداف ما راح تعرف أولوياتك، بمعنى إذا أنت مثلا أو أنت عندك هدف أنك تكونين موظفة في أحد البنوك وقاعدة تعملين من الآن إلى تحقيق هذا الهدف، هذا هو هدفك مثلا بعد التخرج. الآن مدام الشخص عرف هدفه خلاص سهل جدا يحدد ويضع أولويات، بمعنى لو جت دورة مثلا في مهارة الاتصال أو الأعمال المصرفية، أنت بتشوفين هذا فعلا يصب في أولوياتك، يصب في تحقيق هدفك الأخير اللي تبغينه، فيكون مهم فتركزين عليه. لكن لو جتك مثلا دورة مثلا في يعني صعب إعطاء الأمثلة كذا مباشرة، لكن خلينا نقول دورة في الإلقاء أو في الطبخ، ممتاز، تبين هذه ما هي من أولوياتي، ما هي من الأهداف اللي أنا حطتها بعد التخرج، فليش أشغل نفسي فيها؟ ممكن أجدولها، ممكن أحطها لوقت ثاني، بس أركز على أولوياتي. على أساس كذا قلت الشخص اللي ما يعرف أهدافه راح يتقبل أي شيء، ما راح يقدر يحط أولويات له في الحياة. أنا شخصيا بالنسبة لي عندي مثلا أولويات خلال الأسبوع تخص العمل، مثلا كتابة أبحاث، تدريس، التعليم عن بعد، هذه أي 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 شيء خارج عن الأشياء هذه ما أحاول أكتبه، ممكن أخليه مثلا على الويكند أكون متفرغ الأشياء هذه، لكن أنا عارف أولوياتي وعارف الأشياء اللي تدعم أهدافي بالضبط. وممكن صحيح ممكن يكون للشخص أكثر من أولوية وأكثر من هدف، ما في أبدا تعارض ولا في مشكلة في الشيء هذا. طيب كيف يتم تعيين الأولويات؟ تعيين الأولويات يتم أولا عن طريق تسجيل كافة الأنشطة الواجب القيام بها. خلي أعطيكم بس استطراد برضو آخر على طاري تسجيل كافة الأنشطة أو تعيين الأولويات. هذه مهمة جدا. يعني الشخص لما مثلا خلونا بس نشوف الشريحة اللي بعدها. إيه فمثلا خلينا نقول إنه جاتك أكثر من وظيفة، وظيفتين أو ثلاث وظائف، وممكن تصير وتصير لكم إن شاء الله بإذن الله للشخص الغير موظف الآن. فالواحد يحتار، الواحد ممكن يحتار وش يختار. فمن الأنشطة اللي ينصحون فيها إن الواحد يسجل مثلا يسجل الوظيفة الأولى، يكتب الوظيفة الأولى فلانية مثلا كاشير مثلا وش الميزات وش السلبيات، الوظيفة الثانية مثلا سكرتيرة أو سكرتير وش الميزات وش الوظيفة الثانية مثلا منسق إدارة موارد بشرية مثلا محاسب، هكذا يكتبها كلها كل واحدة من فصلة، يكتب ميزات وعيوب كل واحدة كل وظيفة. مثلا وظيفة المحاسب ممتازة وأنا أبغاها وكذا كذا كذا، لكن مثلا بعيدة عن مكان سكني، ما فيها استقرار ممكن وظيفي بالشكل هذا. لما تمرون على كل الوظائف وتسجلونها بتحصلون الإجابة أمامكم على طول، تتضح لكم الصورة. فأنا ضربت المثل هذا على أهمية تسجيل كافة الأنشطة. هذا بالنسبة لتعيين الأولويات في الوقت. بعد ما يتم تسجيل الأنشطة الواجب القيام بها، خلينا نقول مثلا زيارة أحد الأصدقاء، عمل واجب مدرسي أو بحث جامعي عفوا، مذاكرة الاختبارات، هذه هي الأنشطة، هذه المقصود بالأنشطة، الذهاب إلى النادي بالشكل هذا، هذا هو المقصود بتسجيل الأنشطة. طيب وش الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية ترتيب هذه الأنشطة حسب أهميتها. فمثلا المذاكرة للاختبارات أهم من الذهاب للنادي،
طبعا بعضكم ممكن يختلف، لكن مثال ممكن الصحة أهم، لكن الذهاب إلى المذاكرة الاختبار مثلا أهم من النادي. طيب سجلتها بالشكل هذا، النادي في البداية، عفوا الاختبار في البداية، خلينا نقول النادي ثانيا، زيارة الأقارب مثلا، الذهاب إلى حديقة اللي هو. فالحين أنت رتبتها حسب أهميتها، الآن تيجي ترتبها مرة ثانية على حسب إلحاحها. الإلحاح بمعنى وش الشيء الضروري اللي لازم أسويه الآن. فمثلا لنفرض أنه شخص قال الذهاب إلى النادي عندي أهم، مهم عندي، لكن لما تجي للإلحاح الاختبار أهم، الإلحاح بمعنى أنه لا يحتمل التأخير، لا يحتمل التأخير، لازم أسويه. فقد تتغير الأنشطة، فلما ترتبها على حسب أهميتها تتفاجأ بعد ما ترتبها على حسب إلحاحها أو ضروريتها أنها تغير الترتيب كده. يعني إلى النقطة هذه تبدأ تتضح لك الصورة، تبدأ تتضح لك الصورة. بعدين تسوي عمل ترتيب آخر للأنشطة وفق الإمكانية التفويضها، وفق الإمكانية التفويضها. فممكن مثلا زيارة الأقارب مثلا كانت عندك من الأنشطة، فتقول مثلا تكلم أخوك أو تكلمين أختك أو شيء، ممكن تروحين تزورين مثلا بداري وتعتذرين مثلا، هذا تفويض مثلا. أو الذهاب إلى السوبر ماركت أو السوق، ممكن تروح بداري مثلا تأخذ الشغلة هذه على دربك أو شيء زي كذا، هذا تفويض. فقلت عندك المهام، بدل ما هي مثلا خمس أو ست صارت ثنتين أو ثلاث. في الأخير تتضح لك الصورة وتبدأ تعمل الترتيب النهائي للأولويات وتحدد المدى الزمني لتنفيذ كل منها. طبعا تكلمنا عن تحديد المدة الزمنية. طيب نتكلم الآن عن نماذج إدارة الوقت، وهذه أنا أكد يا شباب ويا بنات على أهميتها، لأنها فعلا تساعد الشخص في ترتيب حياته وأهدافه ووقته خلال اليوم. طبعا في نموذجين، منصفة الوقت هذه الأولى، ركزوا على الأولى. في منصفة وقت ثانية، هذه المنصفة الثانية راح نتكلم عنها، فمهم التفريق بينهم. فخلونا ناخذ بس بريك بسيط تقريبا خمس دقائق، ونرجع على الساعة 9:46 إن شاء الله.
طيب أهلا وسهلا فيكم من جديد. راح نكمل إن شاء الله. طيب النقطة السابعة وأساس ما تلخبطون، لازم نتكلم عن مهارة إدارة الوقت الفعال، وهذه المهارات الخاصة فيها اللي هي عمل نموذج لإدارة الوقت. أهلا وسهلا فيكم. النماذج هذه زي ما قلت جدا أشوفها مهمة لحياة الشخص سواء في عمله أو على المستوى الشخصي. الأشخاص أو كلنا عموما عندنا أهداف أو أعمال مفيدة وممتعة، كما ترون في المصفوفة، في أعمال مفيدة وممتعة، في أعمال مفيدة وغير ممتعة، في أعمال في النقطة الثالثة غير مفيدة ولكنها ممتعة، وفي أهداف أو أنشطة في النقطة الرابعة غير مفيدة وغير ممتعة. طيب كيف نقدر نستفيد من هذه المصفوفة؟ الآن إذا في أي عمل للشخص مفيد وممتع، هذا يساعد الشخص في تحديد أولوياته. إذا كان محاصر من أكثر من عمل، أو مثلا ما يدري كيف يحدد أهدافه، أو مثلا حس يومه ضايع وما هو قادر يبدأ في أي شغلة، يعني تأخذ الحيرة يعني ما يدري من وين يبدأ، هذه المصفوفة تساعده. فإذا كان العمل مفيد وممتع، خلينا نقول مثلا أنت مثلا في مجال التقنية وتحب مثلا تبيع وتشتري في أشياء التقنية مثلا، أو تتكلم عنها، أو تفتح محل أو تصممها، فهذا عمل مفيد. ليه؟ لأنه يعني راح يدر عليك مثلا مبالغ مادية، راح يفيدك في مثلا حياتك الاجتماعية، وفي نفس الوقت العمل ممتع تستمتع فيه. أو مثلا لو أنت مثلا رسامة أو كاتبة أو شيء تقوم بالعمل هذا، فهذا عمل مفيد وممتع في نفس الوقت، هذا تبدأ فيه فورا، ما تأخره، يعني خلاص كده تضحك لك الصورة، ما يحتاج تشاور وتحتار، خلاص هذا وقع في هذه الخانة. كل شخص يعرف وش المفيد له وش الممتع له. طيب الطبخ ممكن فعلا الطبخ، اذا تبيعين او عندك محل او شيء، هذا مفيد وهذا ممتع، فتكون اولويتك عليه. النقطه الثانيه، وعلى فكره ترى يا ريت اذا عندكم امثله تعطونا، لانها يعني انا اشوف الامثله هي اللي توضح كل شيء، لكن بعض المرات ما تحضرني لانه صعب الواحد يعني يعصر مخه في هالثواني كذا يجيب مثال، فاللي عنده لا يبخل علينا، تسلمون. الثانية عمل مفيد لكنه غير ممتع، تمام. وش نسوي في الحالة هذه؟ الخياطة والتصميم، بالضبط الخياطة والتصميم، الأشياء اللي مفيدة وإذا الشخص يستمتع فيها يخصص لها وقت أكثر أو يبدأ فيها أول. الخانة الثانية مفيد وغير ممتع. طيب يعني المثال اللي يحضرني مثلا، ولو أنها يعني ما هو مناسب، لكن الدراسة مثلا أو المذاكرة، الاختبارات، حل الواجبات، عمل مفيد لكنه غير ممتع للبعض، تمام. لكن والعكس ممكن يكون عند بعض الأشخاص ممتع بالنسبة له، لكن خلينا نقول انه مثلا شخص عارف فائدتها لكنه ما يستمتع فيها. هنا وش يسوي في الشريحه الثانيه؟ يقول لك الخانه الثانيه حدد فورا موعدا للبدء، بمعنى جدولها، لا تسوف، لا تطنش، لا تتركه، لا، حاول انك تجدوله. ممكن تقول الواجب الفلاني مفيد بالنسبة لي لكن غير ممتع، فأبدأ فيه مثلا نهاية الأسبوع بخصص له ساعة،
فلازم تجدولها، تحدد لها موعد معين وتبدأ. لو عندك مثلا بحث تبغى تسلمه، البحث هذا مفيد لكن غير ممتع عند البعض، فتقول خلاص البحث بيبدأ تسليمه بعد أسبوعين أو 3 أسابيع، أجدوله في 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 وقت معين على أساس ما يتراكم. الألعاب الذكية، ما أدري تقصدون ألعاب الآيفون والكمبيوتر والتطبيقات، فهذه ممكن تجي في الخانة الرابعة، الغير مفيدة وغير ممتعة. عموما نكمل النقطة الثالثة، غير مفيد، غير مفيد لكنه ممتع، تمام. هذه مثل ألعاب الكمبيوتر، عليك محاصرة هذا الوقت وتوظيفه لصالحك. الجوال طبعا، الجوال في الخانة الثالثة فعلا، عفوا، الجوال والألعاب والكمبيوتر والأشياء هذه في الخانة الثالثة. تحريك ذكاء تعتمد على حسب الألعاب، على حسب الألعاب، في ألعاب ما أشوفها تحرك الذكاء، في بعض الألعاب الرياضية ممكن. فالنقطة الثالثة له غير مفيد وممتع، ما نقول امسحها من حياتك أو لا تستمتع نهائيا، لا بالعكس، ولكن حاول محاصرته، يعني تخليه وقت معين ومحدود، ولا تخليه يدخل مع النقطة رقم 1 والنقطة رقم 2. الذهاب إلى السوق، فعلا الذهاب إلى السوق إذا هو من غير أهداف معينة فممكن يكون غير مفيد لكنه ممتع، فهذا تخصص له وقت معين وتحاصر بحيث ما تخليه يأخذ أكبر قدر ممكن من الوقت. طيب النقطة الرابعة، عمل غير مفيد وعمل غير وهو غير ممتع في نفس الوقت، غير مفيد وغير ممتع. يعني من الأمثلة هذا وش تسوي فيه؟ هذا تسوي الديليت طبعا، يعني تحاول تتخلص منه بأكبر قدر ممكن، زي ما يقولون هنا الخانة الرابعة، ويقع فيها أعمال غير مفيدة بل قد تكون ضارة، احذر القيام بها أو تجنبها. فمثل إيش مثلا؟ خلينا نقول إنك مثلا قاعد مع بعض الأصدقاء والجلسة يعني غير مفيدة، ما تشوف فيها أي فائدة وأنت غير مستمتع فيها، فما في داعي تجبر نفسك على البقاء، خلاص اسحب نفسك واطلع لأنه ما في أي فائدة منها. أو بعض الاجتماعات في العمل ما فيها أي فائدة، مثلا ما تم التركيز على الأهداف وغير ممتعة بالنسبة لي، فتحاول تسحب نفسك منها. فهذه مصفوفة، المصفوفة الأولى للوقت. كذا الواحد يتضح له الصورة شوي، يقدر يعرف من وش الأشياء يركز عليها في حياته وش الأشياء اللي ما يركز عليها. طيب في المصفوفة الثانية وهي الأشهر والأقوى وممكن تفيد ناس يعني كثير، إدارة الأولويات حسب الأهمية والاستعجال، تمام. حاول أن ترتب أعمالك تبعا لهذه المصفوفة. طيب هذه المصفوفة يعني برضو مهمة، في حياتنا أعمال مهمة وعاجلة، ومهمة ولكن غير عاجلة، وعاجلة وغير مهمة، وغير عاجلة وغير مهمة. طيب الأمثلة على الأشياء المهمة والعاجلة، مثلا تقارير العمل، إذا مديرك طالب منك تقرير، أو الدكتورة أو الدكتور طالب منكم بحث معين، هذه من الأشياء المهمة والعاجلة، مهمة لأنها تخص دراستك ومستقبلك، وعاجلة لأنها لا تحمل التأخير، لازم تسلمها يوم يومين 3 أيام، هذه يعني تبدأ فيها فورا، تبدأ فيها فورا. فلو عندك أكثر من مهمة أو نشاط خلال اليوم ولقيت واحدة منهم من الأشياء المهمة والعاجلة، تحاول أنك تبدأ فيها فورا وتخلي الباقيات على جنب تقريبا. من الأمثلة برضو كوارث لا سمح الله، العمليات الجراحية فعلا مهمة وعاجلة، الكوارث الطبيعية مثلا إطفاء حريق من الأشياء المهمة وعاجلة لا تقبل التفويض. مثلا زي ما قلنا مواعيد مستشفى أو واجبات دراسية،
اجتماع مثلا طارئ، هذه من الأشياء اللي تسويها على طول. الصلاة فعلا، الصلاة من الأشياء المهمة والعاجلة في حياة الإنسان ولا تحتمل التأخير. الثانية شيء مهم مهم لكنه غير عاجل، هذه تشمل أشياء. طبعا هذه الأولى يسمونها مربع الضرورات، مربع الضرورات الأشياء اللي لازم تسويها. المربع الثاني يسمونه مربع الجودة، هذه أشياء مهمة وغير عاجلة. مثلا التخطيط لحياتك أو للسنة اللي أنت فيها تبغى تحط بعض الأهداف، هذه أشياء مهمة لكنها غير عاجلة، تقدر تسويها بعد شهر، بعد أسبوع، أسبوعين، ثلاثة. فهذه وش تسوي فيها؟ تجدولها، تعمل لها جدولة، ما تفوض ولا تهملها ولكن تجدولها. الذهاب إلى دكتور الأسنان فعلا، الذهاب مثلا خلينا نستخدم دكتور الأسنان في المربع الثاني اللي هي الجودة. الأسنان مهم لكن ممكن تنتظر الزيارة كم يوم أو كم أسبوع، لكن المهم أنك تجدول زيارة لطبيب الأسنان مثلا، مو مشكلة. البعض ممكن يشوفه مهم وعاجل، ممكن صحيح ممكن إذا أهمل، صحيح هذه نقطة مهمة، بعض الأشياء إذا أهملت هنا انتقلت إلى المربع الأول. أحسنتي فعلا، هذه نقطة مهمة، بعض الأشياء يعني يبينا ننتبه على الأشياء اللي قد إذا أهملناها بزيادة على أساس كذا قلنا لازم تجدولها وما تحاول تأجلها كثير أو تسوف فيها. من الأمثلة طيب على المربع الثاني، العناية الشخصية بالشخص نفسه، إقامة العلاقات الشخصية الاجتماعية مثلا، من الأشياء المهمة لكن غير عاجلة، فمهم أنك تحاول تجدولها وقت. التنظيف صحيح وما إلى ذلك. طيب المربع الثالث يسمى مربع الخداع، مربع الخداع وهي الأشياء العاجلة ولكنها غير مهمة. من أكثر الأمثلة يعني الكلاسيكية في الشيء هذا اللي هي التلفونات، يجيك اتصال معين أنت مضطر ترد عليه، مكالمة هاتفية، بالفعل مكالمات الهاتفية عاجلة لازم ترد على التلفون لكنه غير مهم، ممكن الشخص ما عنده أي إضافة أو أي شيء عاجل. الزيارات، أحد يطق عليك الباب لازم تفتح، شيء عاجل لكنه مو شيء مهم. بعض مثلا الاجتماعات عاجلة لكنها ما فيها أهمية. مثلا بعض مشاكل الأشخاص اللي حولك يعني اللي ممكن يشغلك وما فيها ضرر كبير ممكن تكون عاجلة وغير مهمة، هذه وش تسوي فيها؟ هذه تفوضها، تحاول تفوضها لأحد غيرك، تخلي أحد غيرك يتكفل فيها أو يسويها، وما تحاول يعني تشغل نفسك فيها كثير. خلينا نشوف إذا فيه هنا هنا بعض الأمثلة الإضافية، إدخال رقم ثلاثة، اجتماع غير ضروري، زيارات مفاجئة، قيام بعمل زميلك الذي غاب، كلها أعمال صالح الغير. طيب فهذه الأشياء تحاول تفوضها لغيرك. تمام، النقطة الرابعة طبعا أتوقع أنها واضحة للجميع اللي هي أعمال غير عاجلة وغير مهمة، هذه يسمونها مربع الخسارة أو مربع التضييع أو الضياع. منها الانترنت يقوم بالساعات، تصفح الانترنت ساعات طويلة، أو السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. في شيء اللي هو متابعة الأفلام الآن، يعني عادي الواحد يتابع فيلم أو مسلسل لكن لما بعضهم يعني يستمر لساعات وساعات. كل هذه الأشياء تصب في خانة الأشياء الغير مهمة وغير عاجلة، بالضبط تلفزيون، أفلام، هذه الأشياء. طبعا أنا دائما أكرر أنه هذه الأشياء مفيدة للنفس الواحد يعني إذا أحسن استخدامها يعني بشكل متوسط.
بشكل معتدل ما فيها مشكلة. المشكلة لما يتعدى إلى مرحلة أبعد من كذا. طيب هل واضح لكم المصفوفتين، المصفوفة الأولى والثانية؟ ممتاز، إن شاء الله تفيدكم يعني، لأني أنا فعلا أستخدمها في عمارة الجيف أكثر من مهمة عندي أو نشاط وما أدري وش أبدأ فيه، أحاول بسرعة أصفها في المصفوفة وأشوف وش الأشياء المهمة والعاجلة وأبدأ فيها. طيب نصائح سريعة في استغلال الوقت. حاول دائما ترتب نفسك وترتب كل شيء حولك، مكتبك، سريرك، دولابك، ملابس، سيارة، كل هذه الأشياء ترى لها يعني ثمن نفسي على الشخص، ممكن ما يلاحظها في البداية لكن مع الوقت اللي تراكمت عليه تبدأ تضايق. فمهم أن الشخص يرتب. وفي مثل هنا يقال أن الشخص يعني في كثير من الناس يحب يعطي النصائح ويبغى يغير العالم ويبغى يسوي أشياء كثيرة، ففي مثل يقول إذا أنت ما أنت قادر ترتب غرفتك أو سريرك فكيف تبغى ترتب العالم أو تغير العالم؟ فأبدأ بنفسك، كل شخص يبدأ بنفسه في ترتيب كل شيء حوله، وقتها فكر في أنك كيف تغير غيرك أو كيف تغير العالم بأي إضافة ممكن تسويها. حدد لنفسك أهداف ثم خطط لتنفيذها. كثير منا مع بداية كل سنة نحط أهداف كثيرة، وش يصير بعدين بعد يوم يومين شهر شهرين؟ تروح هذه الأهداف أدراج الرياح. والسبب زي ما قلنا تقريبا في الشريحة الثانية والثالثة أن الأهداف هذه غير واضحة، غير واقعية، يسحب عليها فعلا لأنها غير واقعية. كثير الأهداف يعني غير مكتوبة. فمهم زي ما قلنا الأهداف تكون واضحة واقعية ولها مدى زمني معين ومكتوبة. وجاءت لحظة الاندفاع، بالضبط جاءت لحظة الاندفاع، عشان كذا الواحد ما يحاول يحط لنفسه وقت معين يبدأ فيه. دائما يقولون أنه أفضل وقت أنك تبدأ فيه مشروعك أو نشاطك هو الآن. الآن هي اللحظة المناسبة، ما هي بداية السنة أو في بداية شهر معين، لا، أفضل وقت البداية لتحقيق أهدافك هي الآن. تبدأ من الآن لأنك تحدد هذه الأهداف وتخطط لتنفيذها. ضع أولويات لنفسك في تنفيذ الأنشطة والأهداف حسب الأهمية، وقليل دائم ولا كثير منقطع. بالضبط، هذه من الأشياء المهمة. يعني إذا تروح للنادي رياضي مثلا، لو تروح أو تمشي 10 دقائق نص ساعة في اليوم واللي أشوفها مثلا سهلة، أفضل من الشخص يروح مثلا يجبر نفسه بساعات في النادي وما يقدر يلتزم فيها. فالمشي 10 دقائق نص ساعة يوميا قليل وسهل أفضل من أنك تحاول تروح تجبر نفسك على ساعات مثلا في النادي الرياضي أو شيء زي كذا. ضع أولويات لنفسك ورتبها حسب الأهمية، وابدأ بالأهم. تكلمنا عن أنه كيف طبعا في المصفوفات كيف تضع الأولويات وترتبها حسب الأهمية وتبدأ بالأهم. فكر ليلا، هذه مهمة جدا، فكر ليلا فيما ستقوم به في اليوم التالي. هذه أنا شخصيا أحاول ألتزم فيها، ما أسويها كل يوم لكني أحاول. اليوم اللي أقوم فيه وأنا ماني عارف الخطط اللي حطيتها وش بسوي اليوم، تقريبا ما يعني أشوف نفسي مشتت، ما أدري وش أسوي بالضبط. لا مو كلام زين يحين النار، لا طبعا، فيه يعني إحنا نتكلم عن أشياء يعني واقعية تقدر تسويها وتقدر تسويها يعني، فما هي بالصعوبة هذه. فأنا أتكلم يعني أشياء تفكر فيها بالليل، مو الأحلام وأهداف يعني بعيدة المدى، لا، بكرة وش جدولك بالضبط. مثلا أنا بكرة بروح للدوام، بعد ما أطلع من الدوام أبغى أمر المحل الفلاني أخلص بعض الشغلات،
أبغى أروح للنادي، أبغى أراجع الدائرة الحكومية الفلانية، أبغى أسلم أو أزور صديق أو صديقة أو شيء زي كذا. هذه هي بحيث أنه يومك يكون مجدول، ما يكون عشوائي، ما يكون عشوائي، تعرف بالضبط وش اللي راح تسويه في اليوم الثاني. وهذه تساعدك في أنك تحدد أولوياتك في اليوم. إذا جاتك أي مشتتات أو أشياء يعني تشيلك على أهدافك، تحاول تغفرها وما تركز عليها. فمهم فكرة التفكير في الليل وش اللي بتسويه من بكرة. أنا والله بأسلم البحث الفلاني، أبدأ في الاختبار الفلاني، أذاكره، أبدأ أسوي الشغلة هذه. ترتيب بسيط جدا وممكن يكون في بالك، يعني مو بشرط يكون مكتوب. تخلص تدريجيا من كافة الأعمال غير المفيدة التي تقوم بها حاليا. كل شخص ويعني ما في أحد بريء، عنده أشياء أعمال يقوم فيها في اليوم غير مفيدة. منها طبعا المذنب الوحيد هذه الأيام الجوال والإنترنت والتطبيقات اللي كلنا مذنبين فيها تقريبا. فما عندي عصا سحرية ولا حل سحري للأشياء هذه، لكن أتوقع من الأسباب أن الواحد إذا أشغل نفسه بحاجات ثانية ممكن يلهى عن الأشياء هذه تدريجيا. كل ما الشخص ملى يومه بأشياء مفيدة ممكن يبدأ شوي يتخلص من الجوال، أو يحدد مثلا بعضهم يحدد وقت معين ممكن صعب الالتزام فيه لكن مقدور عليه. بعضهم يحط الجوال بعيد عنه في مكان، في غرفة مثلا، أو في مكان ما يروح الدائم ويخليه. كل هذه الأشياء ممكن تساعد. اذهب إلى فراشك مبكرا وابدأ عملك اليومي مبكرا. طبعا احنا للأسف أتوقع في السعودية عندنا عادة السهر، وهذه أشوف أنها منتشرة جدا، وما أدري وش سببها. ممكن الجو والمحلات لها دور، كل شيء يفتح في الليل وفي النهار حر يعني وكذا. لكنها يعني برا في الغرب غير منتشرة نهائيا يعني. يعني برا المحلات والأشياء هذه الساعة 5 6 كل شيء مقفل إلا السوبر ماركت والأشياء المهمة. الناس تدريجيا تبدأ تخف من الشوارع، 7 8 6 متعشين برا، 7 ممكن شاهية أو قهوة، 8 خلاص نايمين أو 9 ويقوم بدري لعملهم. لكن عندنا للأسف السهر جدا منتشر، وهو يعني أشوفه يعني عادة تقتل الشخص تدريجيا. يعني يبدأ لأن الجسم الإنسان يحتاج 7 إلى 8 ساعات يوميا من النوم، والنوم بس مو مجرد راحة. مخك في الفترة هذه يرتاح، يفرمت بعض الأشياء لكن أنا أقدر صعوبة هذا الشيء. لكن بالنسبة لي أنا أحرص دائما أن النوم عندي يكون مبكر وما يكون متأخر، إلا يوم الاثنين لما أجي يعني أكون معاكم. لكن دائما أحاول أنام مبكر، وهي عادة تجي مع التدريب. يعني ما كنت كذا أول، لكن عودت نفسي عليها. طيب، السهر مفتوح فعلا أشوفه شيء مشاهد. لا إن شاء الله ما تخربوا نظامي، بس هو الاثنين وباقي الأيام أرجع العادي بسرعة إن شاء الله. في الأيام الجاية بأشوف طريقة نحط مثلا كويزات خفيفة، لكن لحد الآن ماني عارف كيف أسويها. لكن إن شاء الله على الأسبوع الجاي نهاية المحاضرة نحاول نسوي كويزات خفيفة تدربون عليها شوي، لأني أشوف ما شاء الله كذا واحد طلبها وسألها. استمتع، طبعا هذه تكملة للنصائح، استمتع بالعمل الذي تقوم به. ما في أحد يقدر يغصب نفسه على أنه يستمتع بالعمل أو حتى التخصص اللي يدرسه. لكن أنا لاحظت شيء معين، لا تحكم على العمل من البداية، لا تحكم. مثلا وظيفة جديدة، تخصص جديد، ممكن ما تستمتع فيه في البداية. يعني شيء جديد عليك، عالم جديد عليك، ناس جديدين عليك. يعني أنا أعرف ناس دخلوا الجامعة في مثلا بعض التخصصات اللي يبغونها، مثلا تخصص طب مثلا،
بيئة جديدة بالنسبة له، ما يعرف الناس الموجودين، نظام الجامعة يختلف عنه، ما هو نظام الثانوية، فيجيه إحباط، يعني يفكر أنه يترك التخصص ويترك الطب وينتقل مثلا المدينة اللي جاء منها. الخوف له دور، الرهبة، نظام. فغلط الشخص يحكم على أي شيء يجيه. حتى أنا أي شخص متوظف جديد ويجيني مثلا يشتكي من عمله، أقول له تعال لي بعد 6 شهور، تعال كلمني بعد 6 شهور. إذا جيت لي بعد 6 شهور وأنت لازلت على قناعتك، أنا أقول لك اترك العمل، تمام؟ لأنه بعد 6 شهور تبدأ تكون علاقات، تبدأ تفهم الشغل، تمام؟ يبدأ يكون لك روتينك. فغلط تحكم على أي عمل مهما كان، لو هواية معينة تسويها لا تحكم البداية، عط نفسك 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور إذا أمكن. بعدها تشوف نفسك سلكت والأمور طبيعية، وبتقول أنا كيف كنت أفكر مثلا أني أترك هذه الوظيفة أو أني أترك هذا التخصص. أساس كذا في الجامعات على مستوى العالم تشوف فيه نسبة دخول الجامعات، عدد الطلاب مرتفع جدا، ثم تشوفه ينزل 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 تدريجيا. كثير ناس ما قدروا يتأقلمون أو ما أعطوا نفسهم فرصة. لا ما هي كثيرة أبدا، لا ما هي كثيرة، أسبوعين قليلة جدا. اللي بيتكيف خلال أسبوعين ممتاز، ممتاز اللي بيتكيف. لكن بعضهم يجد صعوبة، يعني حتى ممكن على مستوى الدراسة يختلف، لكن مثلا على مستوى العمل، العمل لازم الواحد يرتاح فيه، فيحتاج الفترة يعرف مديره، يعرف زملائه، يعرف طبيعة العمل. ممتاز اللي يتأقلم بسرعة، هذا عنده ميزة ما هي عند غيره، فما شاء الله ما شاء الله عليكم يعني. لكن ترى أغلب الناس أو كثير من الناس أو بعض الناس عفوا ما هو مثلكم. الخوف يلعب دور، والشيء الجديد دائما يعني يحس شوي بالقلق. فاللي يتأقلم ممتاز، اللي ما يتأقلم نصيحة مني يعطي نفسه فترة، إذا ما يمضي 6 شهور 3 شهور على الأقل قبل ما يحكم على أي عمل إذا هو يستمتع فيه أو لا. لا تضيع وقتك ندما على ما فات، ما أحد يقدر يرجع أي شيء فاته، فالندم بس مجرد وسواس يعني يلعب في عقلك ويضيق صدرك بزيادة وما منه أي فائدة. طبعا الكلام سهل أنا عارف، والواقع أصعب، لكن الإنسان يعني فيه. خل أعطيكم مثلا هنا برضو مصفوفة، الحين هل الكتابة تطلع لكم لما أخطط ولا لا؟ بس عشان ما أضيع وقتي. ممتاز. الحين في دائرتين عند كل شخص، في دائرتين، هذه دائرة وهذه دائرة، هذه تسمى تمام دائرة الاهتمامات، دائرة الاهتمامات. هذه الصغيرة دائرة التأثير، دائرة التأثير. دائرة الاهتمامات إيش؟ متابعة الأخبار، السياسة، أخبار المشاهير، الأزياء، الموضة، القيل والقال وما إلى ذلك. هذه دائرة الاهتمامات. هذه الدائرة أنت ما تقدر تأثر فيها، يعني سواء تابعت السياسة، علقت على السياسة، ما تتغير الأمور. سواء تابعت أخبار المشاهير أو ما تابعتهم أو نقدتهم أو قلت شيء، ما راح يتغير فيهم شيء، أنت بس تهلك طاقتك. الدائرة الصغيرة دائرة التأثير، اللي هي العمل، الأهل، الأصدقاء، محيطك القريب منك، هذه دائرة التأثير. هذه اللي تقدر تأثر فيها وتستمتع فيها وتشوف نتائج عملك وتستمتع مع الأصدقاء. هذه هي الدائرة اللي تركز عليها، هذه هي الدائرة اللي تركز عليها. فلو كل شخص فينا ركز على دائرة التأثير وترك دائرة الاهتمامات، يعني نفسيته راح تتغير، راح يرتاح، راح يشعر بأنه يعني قاعد ينجز بشكل أكثر. ممتاز. أخبار المشاهير، الموضة، والقيل والقال كلها تعتبر من الاهتمامات، والتأثير اللي هي الأهل والأصدقاء، العمل، كل هذه الأشياء دائرة التأثير. فمهم الشخص أنه يعرف هذا الشيء،
ويعرف أنه فيه عنده دائرات اهتمامات ودائرات تأثير. ركز على التأثير أكثر، اترك الاهتمام أو قلل منها. فلا يحاول الشخص يقلل أو يضيع وقته ندم على أشياء فاتته ويحاول يتخلص منها. كن متفائلا ومرحا على الدوام. طبعا مو كل شخص يقدر يكون متفائل دائما أو مرح على الدوام، لكنه يحاول أو يسوي الأشياء اللي تخليه متفائل وفرح مع الوقت يعني. وأنا ما عندي صراحة يعني وصفة لشيء هذا، ولا كنت يعني أغنى الأغنياء لو عندي وصفة لكيف الشخص يكون دائما مرح ومتفائل. لكن الإيمان والتوكل على الله من الأشياء المهمة، التركيز على دائرة التأثير زي ما قلت، ما يلفت الأشياء البعيدة أو الاهتمامات، ما يلفت القيل والقال وش قال فلان وعلان. يركز على عمله وشغله وعائلته، وإن شاء الله هذه تساعد. انصت لما يقال حتى تفهم ما المطلوب. كنا نحب نتكلم أكثر مما نسمع، وهذه مشكلة صراحة. مهم جدا الواحد يسمع وينصت وحتى يفهم. دائما نشوف المقاطعات كثيرة، دائما الشخص يقاطع الثاني لأنه يعتقد أنه فاهمه، مثلا أنه فاهم وش بيقول ويحاول يتوقع وش اللي راح يقوله ويرد عليه. هذه من الأشياء الخطأ يعني. الواحد يتريث ويصبر لما يشوف الشخص الثاني وش عنده بالضبط، ويسمع ويفهم وش قال بعدها يرد عليه. وهذه مرتبطة بتقليل مقاطعات الآخرين. قلل مقاطعات الآخرين لك عند قيامك بالعمل. ضربت مثال أنه الأشخاص اللي يزورون في مكان العمل مثلاً ويقطعونك، أو أنت ذاكر أو أنت تذاكرين يدخلون عليك أو يتصلون عليك، حاول تلقى حل، تحط الجوال على الصامت، تقفل الباب، تسوي شيء بحيث أنه تقلل المقاطعة. تعامل مع الأوراق بحزم. أنا صراحة هذه أنا ما أحب أتفلسف، لكن ما أدري في المقصود فيها. هل المقصود فيها ممكن تساعدوني أنتم اللي هي التعاملات الورقية تخف ويكون كل شيء تقني؟ هذا من الأشياء اللي أنا أعتمدها يعني. أجلس وأتحدث مع العائلة. العلاقات الاجتماعية جدا 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 مهمة. ممكن ترتيب الأوراق بالضبط، ممكن تكون صراحة ما أدري بالضبط، تعامل مع الأوراق بحزم. ممكن تدخل في ترتيب الأوراق والمهام الخاص فيك. التحدث مع العائلة مهم والأصدقاء. أنا أشوفها بالنسبة لي يعني أحلى جلسة نفسية أو علاج نفسي هي جلسة العائلة والحديث معهم، لأنها تغير الشخص جدا. وحنا محظوظين يعني في بلد مثل السعودية، يعني قوة علاقاتنا الاجتماعية. فهذه من الأشياء المميزة يعني. أنا بقى يعني لو أخذها بشكل عام، جدا جدا مهم الجلوس مع العائلة والعلاقات الاجتماعية. تريح الشخص، الواحد ينفس شوي ويطلع اللي في صدره على اللي عرفه ولا أهله، يسولف يدردش في أشياء طلع من يومه وتعب اليوم. الله يديمه. داوم على قراءة خططك وأهدافك، راجعها، حاول أنك تراجعها وتحدثها. الأهداف تتغير والأولويات تتغير. أنجز أعمالك مبكرا، لا تؤخرها إلى اللحظات الأخيرة. أنا من الأشياء اللي تساعدني في إنجاز أعمالي مبكرا أني أخطط لها، أخطط لها لو عندي أي عمل. طبعا هذه الأعمال الغير ما أشوفها ما هي ممتعة بالنسبة لي، لكن أحاول أخطط لها. أقول مثلا إن شاء الله بعد يومين الساعة الفلانية لازم أنهي هذا الشيء، وإذا ما أنهيته يعني ما راح أكون راضي عن نفسي. أو أقول إن شاء الله الآن يوم الخميس مثلا أحاول أنهي هذه الأعمال. فأحاول أنجز الأعمال وما أخرها. احرص دائما على أن تكون في الصدارة وأن يكون لك السبق دائما. مقترح أخير لتوزيع وقتك، وهذه آخر شريحة إن شاء الله ونكون انتهينا اليوم. الدين والعمل والبدن، هذه بالخطوط الحمراء من الأشياء جدا مهمة أنك تخصص لها وقت وطاقة ونشاط في أنك تحافظ عليها، المحافظة على الصلاة،
المحافظة على العمل وساعات العمل وعمل بطريقة فعالة، البدن والنوم والنظافة والرياضة، كل هذه الأشياء مهمة ومفيدة. الأولاد والعائلة مع زيادة المشاغل للأسف الواحد ينشغل عن 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 زوجته، عن تنشغل عن زوجها، عن الأولاد، فمهم تخصيص وقت للعائلة والأولاد، لأنهم ما لهم ذنب في 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 عملك أو شغلك، يستحقون وقت. العقل تغذيه القراءة، من قراءة كتب، روايات، مقالات، كل هذه الأشياء. ولا أحد يطيح في فخ إنه القراءة في في تويتر أو الأشياء هذه إنها تغني أو إنها تضيف للعقل. أنا صراحة أنا عندي شيئين، في شيء اسمه معلومات وفي شيء اسمه معرفة. ممكن مجالسة ناس وتبادل المعلومات، يا سلام عليك، في ناس يضيفون لك كثير، هذول أحرص عليهم. فأنا أقول في معلومات وفي معرفة. المعلومات ما لها أي قيمة لأن ما تقدر تسخنها لأي شيء. مثلا إذا تعرف الأرض كروية، هذه معلومة، كيف تقدر تسخنها؟ كيف تفيدك؟ ما راح تفيدك في شيء. معلومة أنه والله مثلا تعرفون المعلومات، المعلومات العامة هذه هي نقرأها في تويتر، معلومات مقصوصة أو مجرد معلومة خامة ما لها أي قيمة. المكسيك صار فيه هوس. هذه معلومات، هذه ما هي مخزون للعقل ولا تفيد. ممكن يعني تعطيك بس معلومات عامة، لكن ما تخليك إنسان مداركك واسعة، ما تخليك إنسان ناقد أو تحليلي. إذا بتكون ناقد وتحليلي وتغذي عقلك، هاي تحتاج معرفة. المعرفة تيجي من الكتب، من القراءة، الروايات، المقالات الدسمة شوي، مجالسة بعض الناس اللي عندهم معرفة، كل هذه مفيدة. فلا أحد يقع في فخ إنه لأني أنا والله أقرأ في بعض المواقع في الإنترنت أو في تويتر إنه أنا قاعد أغذي عقلي. بالعكس، هذه ممكن تضرك أكثر مما تنفعك، ولازم تفلترها. القرآن الكريم بالضبط، كل هذه الأشياء تعتبر من مغذيات العقل. أنا والناس زيارات وصلة أرحام وقضاء حاجات، وتكلمنا عن الحاجات الاجتماعية والمفيدة، تنظيم المسكن والمكتب، أنا والمجتمع، هل لك مشاركات في أعمال خيرية تطوعية، في نظافة البيئة، في محو الأمية، أو في أي عمل يفيد المجتمع. وأنا أقول في الأخير، يعني إذا الشخص ما عنده أعمال خيرية للمجتمع أو ما تطوع، على الأقل وإن شاء الله كلكم فيكم خير، لكن عقلي كيف شرع على الناس إذا ما هو راح يعني يسوي أعمال خيرية؟ يعني أقل شيء أنك أنت ما تكون سبب المشكلة في المجتمع، وهذا أضعف الإيمان يعني فيما يخص. لكن من المهم أنه الشخص بالضبط يكف أداء على المجتمع، هذا أقل شيء إذا ما كنت راح تشارك. طيب، انتهينا الآن من الفصل، هو يعتبر الفصل الأول لكنه على جزئين. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون عن تحسين أو بناء وتحسين مهارات الاتصال مع الآخرين، كيف تتواصل مع الآخرين بطريقة فعالة وكويسة، وإن شاء الله نعطيكم نصائح ومعلومات عن كيف تدير الحوارات، كيف تتواصل مع الناس، كيف تتواصل في المواقف الصعبة، كيف تعرض رأيك حتى لو كان مخالف للي حولك، وكيف تدير الخلافات لو كان في خلاف أو شيء، كيف تديرها بفعالية خلال حياتك اليومية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وكان في فائدة يعني ولو بسيطة. إذا في أي سؤال أو استفسار، يعني معنا 4 دقائق تقريبا الأسئلة. طيب، أنا في البداية أعطيت أمثلة، في بداية المحاضرة أعطيت أمثلة على طريقة الأسئلة، لكن إن شاء الله المحاضرة القادمة بتعلم بس طريقة الكويزات، كيف أعطيكم كويز سريع على البورد عشان تشوفون طريقتها بإذن الله. والأسئلة إن شاء الله بسيطة، يعني لا تخافون، هي بسيطة. أنا أكرر على الشخص اللي يحضر ويتابع ويذاكر، إن شاء الله ما راح يواجه أي صعوبات. المراجعة ما أعد فيها، لكن إذا جاني وقت
بإذن الله راح أسوي المراجعة. إن شاء الله تسهل مع الاختبار النهائي. إن شاء الله الأسئلة ما راح تكون بذيك الصعوبة إن شاء الله. يعني أنا ما أحب الأسئلة اللي تكون يعني تلخبط الطالب أو الطالبة، لا، الأسئلة إن شاء الله تكون واضحة. المنتدى موجود على موقع التدارس، بإمكانكم تطرحون الأسئلة وتناقشون بعض. الشرائح موجودة على المنتدى، وسائل التواصل معي موجودة ومفتوحة، وأهلا بكم في أي وقت، أي استفسار أي سؤال أنا موجود لخدمتكم ومساعدتكم. طيب، أنا صراحة أشكر لكم حضوركم وأشكر لكم تفاعلكم، جدا مبسوط منه. يعني أهنيكم جدا جدا عليه، وهذا يدل على حرصكم يعني وتفاعلكم جدا محل تقدير، من مشاركاتكم وأمثلتكم. ولو الوقت يسمح، أنا من النوع اللي أحب أخذ وأعطي، يعني لأني أشوف أن الشرح لازم يكون مبني على الطالب أو الطالبة وإيش عنده من أسئلة واقتراحات، لكن بعض الأوقات يعني الوقت ما يسمح. الله يخليكم، شاكر لكم كل إطراءاتكم، وهذا عملنا يعني، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية. خفيفين ظل بالعكس. الله يسعدكم ويوفقكم بإذن الله، ونراكم بإذن الله يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء في محاضرة عن الاتصالات، تنمية وتحسين مهارات الاتصال مع الآخرين. في أمان الله.